السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم فنزاتي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة. قبل ما نبدأ حكاية النهاردة نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رايحة فين يا شمس؟ هقول لكم رايحة فين. أنا رايحة الجامعة، راح أدرس بقى واجتهد وأعيش حياتي. طبعا لا، أنا رايحة الجامعة مع ابني عمرو حبيبي، لقيته تعب قوي النهاردة الصبح وقال لي لازم اروح لان التقسيم النهارده والجدول واعرف طريقي واعرف بتاعه والمكان. سفر يعني، احنا تقريبا كده كان انا رايحه المطار اهو، يعني لو وريتكم المحطه كاني في المطار بالظبط. فقلت يلا بقى هنروح معاه كده وخليكم معانا كده نشوف الدنيا ماشيه ازاي والجامعه هناك شكلها ايه، لان هي بعيده جدا. احنا كده ركبنا القطر اهو. طبعا هو بيقول لي المشوار طبعا بتاع ساعه في القطر يعني، ربنا يهون. جايبه بقى معايا بقى ايه اللانش بوكس بتاعي. معرفش عايشه الدور قوي يعني، عايشه الدور قوي. جايبه اللانش بوكس بتاعي علشان افطر وهو كمان يفطر اهو. ربنا يهون بقى الساعه دي. وطبعا يروح قلبي الولاد الصغيرين، رحت وصلتهم للمدرسه بتاعتهم وبس. هو النهارده مش هيبقى يوم كامل بالنسبه له، عشان كده قلت برضو ايه ابقى مطمنه عليه وهو في الجامعه وربنا يهديه على خير. يقول لك ايه، قلت للهم انا رايحه اتفسح، قال لي وراك وانا مكسح. هو ده. احنا كده تقريبا وصلنا المكان، بس لسه بقى ايه هنروح عند الجامعه نفسها. المنظر هنا تحفه قوي يعني، بصوا المكان في الكاميرا. بصوا، هي دي جامعات طبعا، كل دي جامعات اهي. وصلت ولا لسه؟ طبعا القطر يعني ايه يا مهون هون. على بال ما وصلنا، بس الحمد لله. بس انا طبعا ما كنتش هبقى مطمنه لو سبته لوحده، الطريق طويل. وهنشوف كده ياخد جدوله وياخد حاجته وابقى مطمنه عليه، وبعد كده باذن الله ايه نرجع، او لو هيشوف هيقدر يكمل وانا ابقى في المنطقه هنا على بال ما يخلص. فربنا يسهل، المنطقه جميله قوي. خليكم معانا بقى ايه نعمل جوله فيها كده حلوه قوي. بصوا المحل ده بقى فيه حاجات ادوات مطبخ، بصوا الجمال. احنا الستات نحب بقى بنعشق الحاجات دي. بصوا الحاجات اللي كانت البنات تحلم لك بيها، تقول لك ايه انا ناقصني في جهاز احط فيها بتاعه قلايه البطاطس، اللي هي بعد ما البطاطس بتخرج يحطوها فيها دي بقى. الملاحات والحاجات، بصوا الاشكال والحاجات هنا. بصوا الحاجات دي جميله قوي برضو، البراد. بصوا، ودي بتاعه الفاكهه دي جميله قوي برضو، حلوه قوي. 23، ودي ب9، ودي بتاعه البهارات. ده شمع، بس بصوا شكله حلو ازاي، جميل قوي. مجات صغننة، الله. بصوا هنا، بصوا المنظر. الريحة هنا جميلة قوي يعني، ريحة المكان حلوة قوي قوي من الشمع والحاجات اللي احنا شايفينها. بصوا الزرع ده، ده بلاستيك ده. بصوا هنا، بتاعت الشوك والمعالق، برطمانات بقى السكر. بصوا المباشر الصغننه دي بتبقى شكلها حلو قوي، حلو قوي. بصوا هنا صغيره، حجمها صغير جدا دي. بصوا ازاي شكلها حلو قوي. كوبايات المعياريه ستروسنكم،
بصوا دي حصلات، بصوا شكلها عامل ازاي، عامله زي الهمبرجر، شكلها حلو قوي. دي عامله زي الحصان، شكلها جميل قوي. دي الحاجات دي تقريبا بتلزق على الحيطه وبتنور بقى، يعني بتعمل اضاءه والدنيا ضلمه. المجات هنا، بصوا المج ده شكله جميل. دخلت بقى محل تانية يلا بقى، ما انتوا هتلفوا معايا النهارده بسم الله ما شاء الله. يلا يعني نفع واستنفع، طالما كده كده خرجنا من البيت لازم نستنفع وايه ونشوف الدنيا هنا ماشيه ازاي. يعني زي ما بقول لكم كده يا عالم، هنيجي تاني امتى؟ ها ايه شايفه كرينج لمؤاخذه الجزم دي، انا مش عارفه ايه دي حريمي على كده. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بصوا بقى الحلقان والاكسسوارات والحاجات دي، شكلها جميل، بتتباع تقريبا بالواحده كده، يعني كل دول مع بعض تقريبا، ما اعتقدش الواحد والله. انا سانكي بيس الخمسه مع بعض. بصوا هنا الاشكال دي، بس المشكله ان انا الحاجات دي بتتعبني جدا، يعني ببص الاقيها واسعارها حلوه قوي، رخيصه مش غاليه. مجرد ما احط في ودني حاجات من دي الاقيها تعبتني، حتى الذهب، يعني الذهب برضو حتى لما بحطه في ودني بتعب جدا مش عارفه ليه. بقعد احط بقى كريمات وحاجات. بصوا الاسوره دي، الله شكلها حلو قوي. بصوا الله جميله، هم كلهم واحد، عماله اقول لكم بصوا كده. هنا برضو في شوية حاجات بلوزات، بصوا الألوان دي حلو، الأسود ده برضو أشكاله حلوة قوي، طويل من ورا بيغطي، يعني هو يعتبر حلو ينفع للمحجبات. في ألوان بسم الله ما شاء الله، يعني الألوان المبهجة السنة دي شكلها طالعة موضة. بصوا الألوان دي، بصوا يعني الله الوكيل، لو قلت لكم ما في دولاب الالوان اللي ما يعلم بها الله ربنا دي، تقولوا يا شمس كذاب، ولا اخضر ولا الفوسفورات والحاجات دي، كنت يعني. بس واضح ان هي فعلا طالعه موضه، يعني ما شاء الله ماليه الدنيا ماليه الدنيا. بس هل يا جماعه فعلا الواحد يعني حاجه طالعه موضه ومش لايقه عليه او ما بيحبهاش، هل عشان الدنيا كلها لابسه الموضوع ده او جايبه الموضوع ده الواحد يقول لك ايه، ما انا كمان اجيب بقى وخلاص عشان طالع موضه؟ يعني هو الصح ان هو يجيب ويمشي على الموضه، ولا الصح ان هو يجيب الحاجه اللي لايقه عليه واللي هيعرف يلبسها ويحبها وهو لابسها؟ ردوا عليا في الكومنتات يا جماعه، اوعوا تنسوا. هنا بقى البيجامات، هنا عيبهم بقى يعني مش كل الحاجات بتلاقي البنطلون اللي بيتباع لوحده، حتى البيجامة يعني البنطلون لوحده والبتاع البيجامة اللي من فوق لوحده، يعني مش كل الاتنين مطقمينهم مع بعض ولا حاجة، لأ معرفش ليه بيعملوا كده، معرفش في مصر بقى وضع كده برضو ولا على بعض. بس احنا الواحد متربي عن الحاجة تبقى كلها على بعضها. بصوا اهو ده طقم على شورت، هو على اساس ايه يعني ايه؟ لو تحبي مثلا البنطلون مع شكل تاني مع بجامة تشكلي، يعني ما تبقيش متقيده. هما ما بيحبوش يحرجوا حد، زي نظام كده الشراب فرده وفرده مش لازم يبقى اللي فوق زي اللي يعني البيجامه من فوق زي البنطلون، فبيسيبوا لك حريه الاختيار. يعني ما تتقيديش بقى. وبرده ان شاء الله مساله ان الشراب يبقى فرده وفرده دي هتتعمم باذن الله، يعني انا هطلع لكم قانون جديد باذن الله كده، وهنعمم ان احنا نمشي بشرابات فرده وفرده وما نتحركش. والاقوى من كده بقى، الاقوى ان احنا نمشي بشراب مخروم عادي عادي يا جماعه، مش هنتحرك من بعض وكلنا هنبقى ايه ما شاء الله يعني فئه واحده. دي بقى بسم الله ما شاء الله يعني ليفه دلع خالص اهي، يعني تخليه كده يبقى عندك شجاعة ان انت تخش، يعني ولا بتعمل اي حاجة اصلا.
بصوا بقى الشوايات الكبيرة دي جميلة اوي، دي صغننة خالص ودي كبيرة، بس تنفع عندنا في مصر، تنفع عندنا في مصر، حلوة اوي. حلوة الاستانلس دي حتى في التنظيف، في التنظيف احسن بكتير من دول. انا طبعا ابني بقى خرج، انا لفيت بقى المول كله لحد ما رجلي خلاص يعني بصراحه. يعني بيقول لك ايه، هو يعني انا زعلانه طبعا ان ابني تعبان، بس الخروجه جت على هوايه. اه والله العظيم. طبعا احنا طلبنا سندوتشات لان اغلب الاماكن هنا مش مطاعم بتاع، لا تاخد السندوتش وتقعد على الترابيزه. طلبت اللي هو الخوخ ده وعصاير، وبسم الله ما شاء الله بقى شيبسي وبيبسي وليز وكاراتيه ودول. ما خليتش، بصوا انا انا كأم ما خليتش نفسي في حاجه. يعني مش بقيت في كوافير هنا على النص اخش واستغل انا بحب استغل المواقف. فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل، اول يوم بقى كده، بس انا يعني ربنا يشفيه كل حاجه. بس انا كشخص استمتعت باليوم الحمد لله رب العالمين. ماشي يا جماعه، اشوفكم على خير. حكايات تانية كتيرة ما تنسوناش بقى في اللايك والشير، ولو انت مش مشترك اشترك عندنا كده علشان تشوف حاجات حلوة كده بإذن الله. ويلا مع ألف سلامة.